الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية أعزائنا المشاهدين ومتابعين على Q8_Paddles في الانستغرام وقناتنا الجديدة على اليوتيوب. اليوم راح نتكلم عن منتج خلينا نقول شبه حصري حق قناتنا أو حسابنا في الانستغرام، وهو السكورينج رايت. إلى الآن احنا قاعد نلاحظ ما نقول لعبة التنس، لكن الأغلب في لعبة البادل ليش مرة واحدة دشوا على اللعبة، فبالتالي قمنا نلاحظ مشاكل في احتساب النتائج. انت طالع مع ربعك او انت طالع مع رفيجاتك، وقاعدين نلاحظ بان في مشاكل في احتساب النتائج، ما في سكور بورد او ما في احد قاعد يتابع النتائج، فبالتالي ناس قاعد يمسكون تليفون وقاعد يحسبون، في ناس قاعد يمشون على الذاكره وتطلع نتيجه مو مضبوطه. واحد يقول يبا احنا جايين على نستانس، مو شرط احتساب النتائج، بس احنا نقول لا، في ناس قاعد يستخدمون برامج مثل بادل ميتس او غيره وقاعد يلعبون مع ناس غربه، يعني دش كذي في برنامج بادل ميتس ويبي يلعب مع ناس ثانيين ويبي صراحه يحتسب السكور، وانا جاي العب مثل لعب تقسيمه الكره، لكن النتيجه ابي احتسبها. فبالتالي هذا المنتج ان شاء الله راح تشوفونه وراح تستفيدون منه، وهذا طبعا ليميتد كوانتيتي، فسارعوا بالحجز تمام، والكميه محدوده، فبالتالي احتمال ما راح تحصلونه بعد ما تشوفون الفيديو، اوريدي احتمال طار انزين، وراح تشوفون سعره مذكور في كتالوجنا بالواتساب. تابعوني، الفيديو راح يكون شويه طويل، ليش؟ راح نفتح المنتج شوي شوي، وما فيها تيك تو، هذا يعني سحبه واحده راح نطلع بالتصوير. فبالتالي بالمغلف طبعا المنتج خفيف، مكتوب هنا اوبن، فبالتالي راح نفتح المنتج على بشويش. بكل بساطة المنتج عبارة عن السكور بوينتس حق ربع التنس والبادل، لأن تقريبا القوانين مشابهة من ناحية السكورينج أو النتائج، فهذا وايد راح يفيد واحد خلينا نقول من اللي شايل السكورينج رايت. المنتج اسمه سكورينج رايت، راح يحتسب النتائج. يعني على سبيل المثال أنا مثلا جبت نقطة، فراح أطق لي تحت تمام 15-0، ولما تفوزون بست كامل يعني خلاص أنا مثلا اللي قدامي فزت عليه، طبعا أنا ليش لابس دس فمو راضي يضبط تمام إنزين، وفزت عليه 40 إنزين، خل أرده مرة ثانية، اللي قدامي كلش اليوم تعبان فمو مضبوط مو بالفورمة، ففزت عليه 40-0. فالحين النتيجة واحد لا شيء، اللي تحت واحد لا شيء. فكذي المنتج فعلا بسيط وجميل وفي أدهيسف اللزقة، راح نلصقها وتشوفون معانا تمام. وهذا المنتج راح ينفع حتى اللي يلعبون تنس أرضي، تقدرون تلصقونه من على الجنب أي مكان أنتوا تبون، ما راح يأثر على يعني وزن المضرب، ليش؟ أنت وزن المضرب أوريدي يعني يعتبر ثقيل مقارنة، هذا نسبة وتناسب، راح نوزن لكم إياه وتشوفونه بعد شوي ان شيء لا يذكر تمام. في طبعا السيتس اذا حابين تضيفونه بعد زين، لكن احنا حق البادل راح نحتاج هذا فقط تمام. حق التنس الارضي طبعا هم يقدرون يحطونه برا، خلينا نوزنه معاكم ونشيك. طبعا هي معاه شو اسمه الكهول باد عشان تنظف مكان اللي انت محتاج تلزق فيه السكورينج. على سبيل المثال انا باخذ هذا المكان، بس صح شنو قلنا راح نوزن وياكم نشيك على السريع. نبي نشوف وزنه الحين، وزنه 1 جرام يا جماعه، وزنه 1 إلى 2، طبعا ليش حركت ايدي 1 جرام. فبالتالي يعني شيء لا يذكر وما راح يأثر على لعبكم، حق اللي يقول انه والله هذا يمكن يأثر على لعبي تمام. بالنسبة حق انه هل راح يخرب السيرفس مال المضرب، والله صراحة احنا الى الان يعني ما جربنا، وللحين يعني ما بعنا كميات كبيرة، واللي قاعد يلصق الى الان ما قال لنا اذا عليه مشكلة تمام. في عندك اذا مثلا كلمة فلاش، اذا عندك مثلا المضرب او ما
مضارب أخرى حابة تحطها مكان ثاني، عندك هني كلمة هيد وهني فاضي المكان، فنقدر نلصق فيه. تقدر تشيل الستيكر اللي عليه شوي شوي، يعني شيء سهل جدا. طبعا التوصيات اللي مذكورة داخل الكتالوج زين، أنا خلي أنزله لهني بحيث إنه ما يتحرك. مكتوب إنه لازم تتركونه لمدة ساعتين. أول شيء تمسكونه حق مثلا دقيقة، تكونون ضاغطين عليه حيل، حال أي لزق أدهيسف تمام، لما يأخذ الشكل المضرب. طبعا إذا كان المضرب كاسر يعني راوندد، يفضل إنك تروح على مكان يكون شوية ستريت قبل ما تصعد الصعدة هذه. أهم شيء تتأكدون إن أنتم تكونون ضاغطين وما يكون في فتشة نهائياً. ولاحظنا قبل شوي إن المضرب هني مو فلات سيرفس، في كسرة هني، فبالتالي ما مسك إلا لما صعدته فوق شوية قبل حرف الأتش هني بهد تمام. فضغطنا عليه فترة لما خلاص مسك ما شفنا أي فتشة. فرجاء اللي يشتري هذا المنتج يتأكد 100% إن عنده فلات سيرفس تمام قبل ما ياخذه، علشان لا يقول والله ما ضبط على مضربنا. فبالتالي احنا نتحفظ بهذا الموضوع، لانه خلاص اذا فتحته بس نون ريفندبل ونون ريتيرنبل ونو اكسشينج عليه يعني. فبالتالي مثل ما انتم شايفين سويت لكم انبوكسينج وكيفيه تركيبه وتثبيته. فبالتالي الحين اسهل علي، طبعا انا فسخت الجلوفز، اسهل علي ان اخذ السكور وبسرعه. يعني انا الحين مع اللي ضدي جبت عليه 15، هو طافني تمام لون الفريق الأصفر مثلا 30-15. لما أنا طفته بعدين وفزت عليه أول ست 40-30. فهني أنا راح أروح 1 حلو، وكذي لما تنتهي اللعبة أيا كان السكور تمام، أنتوا عارفين النتيجة. وكذي ما يحتاج واحد يتذكر هذه النتائج ويقعد كل شوي يسأل هذا وهذاك كم من سكور كم من نتيجة، سجل بورقة سجل بتليفونك. السكورينج منتج السكورينج رايت منتج صراحة روعة، وأتوقع إحنا يعني حصريا موجود عندنا تمام، لأن إلى الآن ما شفنا أحد عنده المنتج تمام أو ما تكلم عنه. فاللي حاب يشيك على كتالوجنا في الواتساب، إذا متوفر يتواصل معه فريق العمل في قسم المشتريات أو المبيعات تمام، وراح يعني يبلغونكم إذا متوفر، والسعر راح يكون مذكور هناك. راح تلقون الانستركشنز هني بال وراء الكتالوج، وفي فيديو تعليمي تمام تقدرون تسوون السكان الكيو آر كود. وعلى فكرة هني مذكور الوزن يعني 1.9 جرام، ومذكور firmly press and hold while maintaining pressure for 30 seconds تمام، وتتركون الألاوذ أدهيسف 2 hours before use عشان خلاص يمسك عليه بشكل نهائي. وإن شاء الله يعجبكم المنتج، وإذا فعلا في عليه طلب راح نطلب منه كميات كبيرة، وحسب طبعا عملائنا ومشاهدينا ومتابعينا على Q8_Pedals. لا تنسون تسوون لايك وشير، وإذا كنتوا على قناة اليوتيوب تسوون سبسكرايب، وإذا عندكم أي ملاحظات رجاء ذكروها بالكومنتس تحت. يعطيكم العافية ونشوفكم على خير. السلام عليكم.